حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ إسحاق عبد الله إسحاق، رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الدولية المدرسية. أهلا بك سيد إسحاق في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. كيف يتم التحضير لاستضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الدولي؟ السلام عليكم. أولا مشكورين على هالاستضافة، حبيت أمسي بالجميع المشاهدين بشاشة الأخبار اليوم، ودعم تلفزيون البحرين وزارة الإعلام دعم معنا في اللجنة التنفيذية. نفس ما تعرفون اليوم البطولة بطولة دورة الألعاب المدرسية الدولية، أكبر بطولة رياضية في تاريخ مملكة البحرين من عدد المشاركين، وإحنا محظوظين وتحت رعاية سامي بن سيدي صاحب جلالة الملك والدعم المستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تحضير والمتابعة للبطولة. اللجنة اليوم من جميع القطاعات في البحرين العامة والخاصة، من جميع الهيئات الحكومية، قاعد تعمل 24 ساعة لتأكد أن البطولة تكون بما يليق باسم مملكة البحرين. اللجنة اليوم حضرت أكثر، كملت أكثر من 70% من متطلبات الاتحاد الدولي للبطولة. تم اختيار المنشآت اللي عبر أكثر من 14 منشأة حول البحرين لاستضافة 25 لعبة بإذن الله في عام 2024 أكتوبر بالتحديد. نعم سيد إسحاق، ما أهمية فتح باب التطوع أمام المواطنين للمشاركة في تنظيم هذا الحدث وأيضا اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها لمستقبل أفضل؟ اليوم ناس ما تعرفون اليوم أي نجاح أي فعالية هي بسواعدها، واليوم احنا نفتخر بالسواعد البحرينية الموجودة اللي نظمت أكثر من محفل رياضي مو بس في البحرين بس في العالم، منهم مارشالز الحلبة البحرين الدولية، ومنهم المتطوعين اللي يشتغلون بعد مع الاتحادات الآسيوية والقارية. فهدفنا اليوم ان بالألف وخمسمية متطوع ان يكون عندنا جيل قادم وجيل حاضر يتعلمون من من الاجيال اللي عندها خبره لتاهيلهم للمستقبل. اليوم كبطوله على مده 10 ايام مثل ما تفضلنا عندنا اكثر من 14 منشاه واكثر من 5000 مشارك بيون البحرين. بنحتاج يكون عندنا فريق جدا كبير. هدفنا اليوم ان نبرز للعالم وحضور العالم للبحرين في 2024 السواعد البحرينية، منهم اللي بيساعدوننا في موضوع الثقافة اللي بيروجون للبحرين، منهم من بيساعدوننا في موضوع اللوجستيكس الدعم اللوجستي من الفنادق للمواصلات، منهم اللي بيساعدوننا في الملاعب. واليوم احنا مع عدد من الجهات الحكومية بإذن الله بنعلن عنها قريبا بيكون في تدريب للاعبين للمنظمين عشان بإذن الله يحصلون الشهادات المتطلبة اللي حتى تساعدهم في سوق العمل. إن باكر ذيل يقدرون يكتسبون الخبرة اللازمة، وفي نفس الوقت مع وزارة الخارجية مع السفارات اللي موجودة بالبحرين قاعد نشتغل إنه يكون عندهم بعد دروس للغات المختلفة عشان نستقبل الوفد والضيوف اللي بيوننا في عام 2024. نعم الأستاذ إسحاق عبد الله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الدولية المدرسية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.